بسواعد أبنائها تبنى الأوطان. قلة الإمكانات وإجراءات الغلق التي فرضتها جائحة كورونا لم تثني فنيو قطع الغيار في راس لانوف من إصلاح عطب كبير بمحرك سيارة إسعاف تستخدم بشكل يومي. العطب كان يتطلب تغيير قطعة خاصة بالمحرك واستبدالها بأخرى جديدة، لكن الأمر لم يكن سهلا نظرا لتدابير الغلق وعدم توفر القطعة في السوق المحلي، لكن ذلك لم يقف عائقا أمام محمود وحمدي اللذين تمكنا من إجراء تحوير لقطعة المحرك بكفاءة عالية. سيارة إسعاف رقمها 54-48 عناية قلب، طبعا تابعة للإدارة الطبية. السيارة هذه صار فيها عطل في فالفلي، والفالفلي هذا غير متوفر في السوق المحلي. بحثنا عليه في جدابيا، في بنغازي، في طرابلس، غير متوفر. قبل أحد الفنيين هيك يعطى فكرة أنه يلتحم الفالفلي هذا، لكن نظرا لحرارة المحرك وارتفاع حرارة المحرك فاللحام ما هوش ذا جدوى يعني. فكانت فكرة من الفنيين ومتابعة من المنسق فخري الشافعي، وأعطوا فكرة أنهم يأخذوا فالفلي ثاني من آلة أكبر منها، الفالفلي بتاع السيارة، وبمساعدة أحد خراطين في جدابية بإشراف مهنة الفاخري فني ميكانيكي من الفنيين اللي عليهم لعباء في صيانة الآليات، ومن الشباب اللي ما شاء الله عليهم، وميكانيكي أخرى اسمه حمدي تونسي، أعطوه الفكرة هذه. وكان الخراط صراحة من جدابية ناجح وأيد الفكرة. نتائج إصلاح العطب كانت ممتازة، وأشاد الحاضرون بهذا العمل مؤكدين أن العامل الليبي قادر على تنفيذ مثل هذه الأعمال التي توفر الوقت والجهد وتزيد من الخبرة لديهم.